المشهد اللي هتشوفوه ده كمان لابد ان نضع حدا للتهور. مش بنسمع كثيرا يقول لك سباق سيارات، شباب متهور تعالوا نعمل سباق، والسباق ده مات فيه 15 واحد قاعدين على رصيف او في محيط المكان واصيب ثلاثة. يعني شوفوا يعني هنا لو في عملية إرهابية ربما لا تحصد هذا العدد من الضحايا والشهداء. فشوفوا بقى التهور وناس عايزة تعمل سباق سيارات، وحصلت طبعا كان في حوادث شهيرة متعلقة بذلك. هل يمكن أن الشوارع تكون ساحة لسباق السيارات وهتنتصر على جثث الضحايا؟ يعني هل هو ده الانتصار؟ كيف يمكن أن نضع حدا لهذا التهور اللي للأسف الشديد ما زال مستمرا حتى الآن رغم كل الحوادث المأساوية والدموية؟ فين رقبته ده؟ ده مين دوت يا جدعان؟ لما الاقي ابني قاعد على الرصيف ومع اصحابه وبيكلمه، وفجاه يجي واحد مستهتر بعربيه بي ام لينا سيلفر وبيجري بقوه مش قادره اقول لك عامله ازاي، يدخل فيهم من غير سبب، حتى مش قادرين هم يجروا ينقذوا نفسهم يلحقوا نفسهم، قاعدين في امان الله. واحد صاحبهم قاعد قبل الحادثه بشويه عدى على الطريق التاني جاب لهم عصير كلهم وشربه لهم، وبعد ما شربوه قاعدين على الرصيف بيكملوا بقيته، دخل فيهم شالهم على طول، نزل من العربيه هو سليم كلهم طلعوا ماتوا. كل الاعلام الكل معظم الاعلام اللي بيتكلم وبيقول ان دولت شباب مستهتر ان كانوا بيطلعوا بيجروا بيعملوا سباق، والله العظيم ما كانوا بيعملوا سباق. كان يوم الخميس يوم الحادثه كان في اتنين هيطلعوا سباق وما طلعوش، يعني لسه ما طلعوش، ومصطفى والجماعه وعماد والجماعه اللي هم توفوا كانوا واقفين الناحيه الثانيه على الرصيف، ف وعربيتين من ناحيه اللي هي سلك المطار جايين طايرين على اخر سرعه، عربيه بام طلعت في الشمال وعربيه بام طلعت في اليمين، اللي طلعت في اليمين ديت كان في واحد واقف جنب مكانته قامت واخداه، قامت الواد دوت اللي توفى دوت دخل في عربيه تويوتا، العربيه قامت لفه طلعت فوق الرصيف دخلت في العواميد، العواميد انفجرت، كل اللي واقفين على الرصيف بقى يطيروا. محمد كان معايا قبلها بربع ساعه واحنا نازلين من السلام، محمد كان معايا هو واصحابه وزمايله كلهم، قال لي يا عمي انا نازل انا واصحابي ياكلوا فخفخينا في مصر الجديده. قلت له ده يا حبيبي انا واخد عمتك هنقعد في الجنينه اللي قدام المستشفى السعودي الالماني انا متعود اقعد فيها ومحمد معايا. ونزلنا قال لي هنقابل صحابي وهنتجمع كلنا وهوديهم عند كوبري سندباد وهرجع اقعد معاك. انا ابني مش بتاع سبق ولا بتاع الكلام ده كله، انا ابني راجل موظف واخد بالك وبيطلع من شغله هو يوم الخميس هو يوم راحته، فبيطلع مع اصحابه بيروح مع اصحابه بيتمشى مع اصحابه بيشرب حاجه ساعه مع اصحابه، ده يوم اجازته سابح تاني يوم اجازه، فايه اسمع على الخبر بتاعه يقول لي تعالى شوف ابنك، الاقي اروح الاقي ابني متوفي نايم على الرصيف اشيله واوديه مستشفى السلام واجي ادفنه عشان اوديه النيابه تطلع لنا التصريح من بعد الساعه، احنا في النيابه من الساعه 6، من الساعه 6 يطلع لي الساعه حوالي 5 6 من اخر النهار، ده يرضي مين؟ احمد ميت والشحم على ايده، خرج يوم الخميس يتصور جنب السندباد وكلهم واقفين على الرصيف، هم واقفين على الرصيف وهو بيتسابق هو واللي معاه بعربيتين بي ام دبليو، عشان هو ابن ناس وعشان هو راجل واصل وعشان راجل معاه فلوس يعتبروا كل العيال دي عباره عن فراخ، ما حصلوش فراخ حتى، ما حصلوش اي حاجه، حرام عليهم. هتفضل البلد دي كده ليه تفضل كده؟ ليه الوطن الفقير يتداس عليه؟ تخيل مجزرة، عيال أكبر ما فيهم 17 سنة وقدامهم مستشفى اسمها مستشفى الألماني، تلحقهم ما حدش لحق حد، سابوهم أشلاء نايمة في الأرض. أما تلاقي أخ ولا هقول إيه ده، أنت إحنا شفنا مجزرة والله العظيم، شفنا مجزرة وربنا شفنا مجزرة، ذنب إيه عيل زي ده معاق
ياخد مستحقاته من الدوله خدها كفن في الاخر. احنا شفنا بنظرنا لا عيالنا كلهم اللي ماتوا دولت بجد كان اللي راسه مقطوعه، واحنا شفنا الحاجات دي بعينينا، احنا شفنا الحاجات دي بعينينا. ودوا ابني المستشفى يعني عشان هو الحمد لله اللي هو بردك عايش، بس احنا مش عشان ابني عايش، انا حزينه على اللي ماتوا عشان دولت عيالي.